نفسي يا سالم، بس أنا مش عايزاك تزعل من اللي عمله رمزي. رمزي ده تافه، مش لازم حتى نتكلم عليه. قولي لي بقى. نعم. هنكتب الكتاب إمتى؟ قد كمان الشيء الأول. يوم الخميس الجاي؟ زي ما أنت عايز. إيه؟ طب هستأذن أنا بقى. لسه بدري. ألحق أفرحهم في البيت قبل ما يناموا.